أخطأت تسترد الحقوق وتستمر في طريقك. أما أنك تقول لأني أخطأت سأقعد، معناها لن تصل، لازم تصحح مع مرحلة التصحيح عفوا تصاحبها مرحلة المسير. ترى في كل شؤونك، أنا أتكلم بصفة عامة، دنيا وبرزخ وآخرة، أنا أتكلم على مستواك الشخصي، على مستوى أفرادك، على مستوى أسرتك، على مستوى من حولك، ما في محطة من المحطات تتوقف عندها، يجب أن تبقى مستمرا، ويجب أنك إذا سقطت أن تنهض من جديد، وإذا فاتك الجميل ترى سيأتيك الأجمل. أما عقلية أني بما أني أخطأت اليوم ما في فائدة في عمل الغد، هذه ما قال بها إلا إبليس والكسالى. أما أني بما أني أخطأت اليوم إيش فائدة العمل بعد بكرة، أنت ما دام النفس يخرج ويعود معناها باقي كل شيء، باقي كل جميل، باقي كل شيء سيتحقق بإذن الله. إذن في رحلة العمر وفي فهم لعبة الحياة، لازم تعلم أن رغم الضغط الذي يحصل لك، أن الأجزاء المبعثرة تتلائم بالضغط، أنه أصلاً كثير من الأمور ما يهونها عليك إلا إيش؟ أن تعلم أن الحياة مجرد لعب. قلت لك مثل اللي يضغطك أثناء اللعب، إيش اللي يخفف عليك وتبقى تضحك حتى وأنت تلعب؟ لأنك تعلم أنها في الأخير لعبة وستنتهي. حتى الحياة حتى لما تنضغط فيها تعلم أنها جزء من هذا اللعب، وأنها زينة، وأن اللي جالس يحدث لك هو زخرف. الآن في ناس ينضغطوا من اللعب، لذلك الناس ما يحبوا يلعبوا معهم، لكن في ناس يعني تحسوا مرح ومستمتع وأنيس ومؤنس. حتى أنت في رحلة عمرك خذ هذه المعاني معك، تروح تأتيك ضغط في عمل، يأتيك ضغط في طريق، يأتيك ضغط في دراسة، يأتيك ضغط في وظيفة، يأتيك ضغط في أي مجال من مجالات الحياة، لا يتكدر خاطرك ولا يضيق صدرك، تراها مجرد جزء من هذا اللعب الذي سيكون في هذه الحياة الدنيا. بدليل لو سألتك عن أي لذة سبقت تقول ما شفتها، ما أدري، لأنه سبحان الله هي لذلك لما تأتي للمباحات يعني حتى في دائرتها، ليش يقول الإنسان عش اللحظة؟ عش اللحظة لها معنيان، المعنى الإيجابي الجميل الذي نريده، يعني عش سعيدا متفائلا فرحا قويا، لأنه لما تكون فرح وتكون سعيد وتكون قوي ستنتج. مستحيل واحد ينتج في بيئة متعكرة، مستحيل واحد ينتج في بيت متأزم. ليش يأتي العلماء لعلماء النفس والاجتماع والتربية والشريعة لعلاج حالات الطلاق وعلاج الحياة الأسرية؟ لأنك لما تكون في واقع يرهقك مستحيل أن تكون منتجا جيدا، إلا بعض الاستثناءات.